يشدنو أن اليوم الطائفة الشيعية أحيت ذكرى عاشوراء، وكان في خطاب للسيد حسن نصر الله تناول فيه موضوع داعش وموضوع إسرائيل. ثاني خبر هو عن موقف جديد لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. أصل في هذا المد التكفيري هو الفكر الوهابي الظلامي الذي أنتج داعش ويمكن أن ينتج شبيها لداعش. لا يمكن أن تستقر الحرية أو أن تنعم الحرية في لبنان والديمقراطية طالما أن في سوريا ظلام وقهر. لكن علينا أن ننتظر المصلوب.